Living in the 21st century in a 24/7 world doesn't mean that sound financial ethics and investment morality need be forgotten. Islamic banking is relevant and no longer an alternative, as being Sharia compliant becomes the norm. In today's financial crisis environment, Islamic banking has proven to be a success story, exemplified by the model of Al Baraka Banking Group. بالرغم من الأزمة المالية الكبيرة، مجموعة البركة المصرفية بفضل الله سبحانه وتعالى لم تتأثر وزادت أرباحها، لأننا نحاول أن نطبق القواعد الشرعية الصحيحة في الاقتصاد. It is because of these values that today people all over the world find in Al Baraka a reliable partner. And through this partnership, the bank can accomplish its aim to become the Islamic bank of the world. تأسس البنك الإسلامي الأردني عام 78. البنك الإسلامي الأردني ولله الحمد ملتزم تماماً بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي فالعميل يطمئن إلى ما يحصل عليه من خدمات ونتائج وأعمال. ونسبة العملاء الذين لديهم حسابات لدينا تعادل حوالي 40% من عدد الحسابات في الأردن، مما يعتبر حافزاً وعاملاً مريحاً في عمل المصرف وقوته المالية. طبعا قيام الهوية الموحدة يستدعي الاهتمام الواسع بأن تكون سوية وعمل جميع الوحدات والإشراف عليها واستثماراتها وأعمالها تعطي أمانا لجميع بنوك المجموعة. مصر السوق الواسع الضخم اللي حجم سكانه بيتجاوز 80 مليون نسمة، الأعمال فيه متنوعة جدا. إذا تواجد المجموعة في مصر من خلال بنكها تواجد رئيسي وأساسي. بنك التمويل المصري السعودي هو تجربة رائدة لمجموعة البركة المصرفية، لأنه بنك تقليدي وتم أسلمته في عام 89. تغيير الاسم وارتباطه مباشرة بمجموعة البركة المصرفية ليصبح بنك البركة مصر هو المزيد من الثقة والأمان والقوة للبنك. الحسابات هتكون أونلاين مع توحيد الاي تي في جميع بنوك البركة. كل هذا سوف يعطي لعميل بنك البركة مصر آفاق أرحب وأوسع لمزيد من الخدمات. بنك التمويل التونسي السعودي تكون سنة 1983 بشراكة مباركة بين الحكومة التونسية ومجموعة البركة المصرفية. تعرفوا تونس تمتاز بمناخها الاقتصادي الطيب والاستقرار السياسي والاجتماعي الموجود فيها، وطبعا هذا البنك لقى هذا المناخ فالدعم وتطور، والمؤشرات البنك تطورت بصفة ملحوظة من سنة إلى سنة. أنا أرى أنه تبديل الهوية هو رهان، ونعول أولاً على العملاء وعلى المساهمين وعلى الحرفاء والمستثمرين معنا، باش ننجحوا اليد في اليد وتكون النتائج طيبة إن شاء الله.
باشر البنك أعماله في مارس 1984، بالرغم من أنه البنك نشأ في وسط نظام مصرفي تقليدي، لكن والحمد لله تمكنا من استقطاب ألوان من الطيف في المجال الاقتصادي حتى من غير المسلمين. وفي العام السابق وزعنا أرباح للمساهمين بعد أن حققنا أرباح مقدرة. توحيد الهوية أعتقد أنها مبادرة جريئة وممتازة جدا. شعار نفسه والرسالة المنضوية تحت الشعار هي أنه نحن والعملاء شركاء في الإنجاز، إلى جانب أن نحن أعضاء وننتمي إلى مجموعة البنك المصرفية، وده يعطينا عمق عالمي مما يمكننا من تقديم خدمات أكثر جاذبية. İstanbul önümüzdeki dönem için dünyadaki önemli finans merkezlerinden biri olma potansiyelini taşımaktadır. Biz de Albaraka Türk olarak genel müdürlüğümüzün ve halen 40 şubemizin İstanbul'da olması sebebiyle bu finansal merkez yapılanması içerisinde yer alan bir kuruluşuz. Albaraka'nın son 24 yıllık faaliyetleri, müşterisine karşı tutumu, kriz ve kriz dışı dönemlerdeki performansı Albaraka'yı bir ticari marka haline getirmiştir. Bu da Albaraka'nın gelecekte daha büyük fiziki güce sahip, daha büyük mali kaynaklara sahip, daha büyük bilançoya sahip bir kurum olarak toplumda hak ettiği yeri almasıdır. پاکستان میں البرکہ اسلامک بینک نے 1991 دسمبر میں اپنی پہلی برانچ جو تھی لاہور میں کھولی تھی اور اس کا اس وقت کیپٹل بڑا چھوٹے سے کیپٹل کے ساتھ شروع کیا تھا اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آج پاکستان میں ہماری 30 برانچز ہیں اور ہمارا کیپٹل بھی بڑھ کے کوئی 35 ملین ڈالر ہو گیا ہے البرکہ بینکنگ گروپ کے بننے کے بعد ان کا ایک آبجیکٹیو تھا کہ ان کے نیچے جو 13 بینکس آ رہے ہیں وہ سب کو ایک اس کے اندر کارپوریٹ کلچر انٹروڈیوس کیا جائے جس کے لیے ایک ری برانڈنگ کی ایکسرسائز شروع ہوئی ہے جو ماشاءاللہ کمپلیشن کے قریب پہنچ گئی ہے اس سے یہ ہوگا کہ ایک ہماری پہچان پوری دنیا میں البرکہ کی بن جائے گی اور ایک نیا ولولہ اور ایک نئے جذبے کے ساتھ لوگ کام کریں گے جو البرکہ کے اندر یہاں سے آگے لے جانے کے لیے ہمیں مددگار ثابت ہوگا ساؤتھ افریقہ از اے ویری یونیک کنٹری And the country is only 15 years old as far as real democracy is concerned. People are allowed to practice their religion very freely. Albaraka Bank was established initially for the Muslim community, and more than 99% of our clients are Muslims. However, we are finding that more recently, there is a greater interest among the non-Muslim community for Islamic banking. With regard to the unified corporate identity, it's going to be giving the management, the executives, the directors and the staff of the bank something in a sense of a new belonging. And I think what's quite great also is that it will be consistent with all other operations throughout the world.
في بداية 1991 أسسنا بنك البركة الجزائري، والبنك من هذاك الوقت بفضل الله وبفضل الجهود نتاع الجامعة كلها بدأ يتطور، والحمد لله وصل يعني حتى عند من أبرز البنوك الخاصة في القطاع المصرفي الجزائري. الزبائن أكثرهم عندهم علاقة معنا من عدة سنوات وكبروا معنا، وهي علاقة شراكة وعلاقة تطوير متبادل بيننا وبينهم بحكم الثقة والقيم اللي تجمعنا في هذا الميدان. قضية الهوية هذه بالنسبة لنا تسمح لنا الآن أن نطور يعني نشاطات البنك بحيث أنه ينتمي إلى مجموعة عالمية وفيه نوع من الشراكة، من توحيد الرؤية، من توحيد الاستراتيجية، وبالتالي كل شبكة نتاع المجموعة تستفاد من بعضها البعض، وبالتالي يعطي خاتم خاص للمجموعة. بنك البركة لبنان تأسس عام 1992، كان أول بنك إسلامي يؤسس في لبنان، ولكن ثقافة الصرف الإسلامية في المجتمع اللبناني محدودة. إحنا كبنك البركة نأمل أنه ننشر وعي الصرف الإسلامية على جميع فئات المجتمع اللبناني. الصرف الإسلامية مبنية على موضوع الشراكة، العميل المودع هو مشارك، ومن المنطلق هذا طلعت الهوية الموحدة تحت عنوان البارتنرشيب المشاركة. المجموعة أكبر مجموعة مصرفية إسلامية، عدد المساهمين فيها عدد كبير جداً، وإلها حصلت على تصنيفات ائتمانية مهمة من شركات عالمية للتصنيف، أسهمها مدرجة في بورصة البحرين وبورصة دبي، وأصبحت مجموعة يعني بكل فخر نقول مجموعة دولية. نعتبر العميل هو أحد الشركاء الرئيسيين في قصة نجاح بنك البركة الإسلامي. إحنا كلنا طبعاً مجموعة واحدة، والغرض منها التكامل في تقديم الخدمات لأجل الاستفادة القصوى لهذا العميل أو هذه الشركة. أتمنى يعني بتضافر جهود المقدمة سواء من مساهمين بنك البركة الإسلامي ومجلس إدارة بنك البركة والموظفين بالارتقاء بالخدمات المصرفية المبتكرة، ووصول هذه المؤسسة إلى مستوى العالمية، والمبادرة بأن يكون البنك الأول في مملكة البحرين. مجموعة البركة المصرفية قد خطت خطوات كبيرة خلال السنوات السابقة، فقد قمنا خلال هذه السنوات بالتوسع في دول عديدة، وكان واجب على مجموعة البركة المصرفية أن تقوم بصياغة رسالتنا للمجتمع، ألا وهي شركاء في الإنماء وشركاء في الإنجاز. ونحن ننظر كمجموعة البركة المصرفية أن هناك أسواق تتطلب المنتجات الإسلامية، فكان لابد لمجموعة البركة المصرفية بأن قامت بتوحيد رسالتها وتوحيد منتجاتها وتوحيد أسماءها لتكون رائدة في هذا المجال. It is more than imagery. It's a mindset that traverses and dissolves the barriers between the bank and its clients.
It's this united global approach that will bring Albarica Banking Group to become your partner bank.